طبت الميدان مهراي المهارة وخروا عن دربها لا تحجبونا وقف صفقيني يا احلى العذارة بالمباخر والطيوف استقبلونا طابت الميدان مهراي المهارة واخر وعن دربها لا تحجبونا واقف صافقين يحلى العذارة بالمباخر والطيوف استقبلونا مشاري والقمر من هاتي ورا لابدت يا زينها من يوصفونا بالعيون اللي تطالعها سهرة والخطاوي سايرتها في لحونا شيخة البيض واخذت زين السمرة بالمكارم ام مشاري يعرفونا بالحلا فوق الادب يروي أساسها لأهل المعالي ينسبونا ارحبي يا بنت شيخ في الكبرى بنت سالم صيتها ما يجهلونا زادها الله في الملازن وقرى سالم اللي بالوفا والطيب لونا حسد على كيد الغيارة والعواد الحاشا والله يوصلونا أم مشاري ما مثلها في البكارة لاجلها رح بالملاعب يفتحونا كنها شهانة عيت صقارة صوبت من يحتري من عيونا أقبل أخواتها تطوي الصحراء كل ضبين يرسم الخطوة بهنا من جتنا بناتها أغلى القمرة بنات منه للمواقف يذخرونا في حلاهن كل شاعر كم تبارى والمواقف من غلاهن يكتبونا خالد عن يمين ويسارة هزت الكعب وجدايلها بمتونة بنات خالد في محاسنها أسارة بنات خالد يا عسى ربي يصونا يا هلا باللي يطوفون السفارة أم مشاري تحتوي من يوصلونا الكرم والطيب عنها ما تدارى طيفها بالعود الأزرق من شجونا يرجى الاتصال على جوال 0501346866